سو كما قال الدكتور أشرف، لكل من يريد استعمال صندوق الدردشة يمكنكم فقط الضغط على زر صندوق الدردشة في الويبكس، وبعد ذلك يمكنكم الكتابة على اليمين. وبالنسبة لليوتيوب فنحن نتابع كلا يعني الشانلز للمشاركة. الهدف من هذا اللقاء هو جعله يعني كولابوراتيف. الهدف هو الاستفادة من الدكتور أشرف، وكذلك الإجابة على أسئلتكم. لو بعد دقيقة أو دقيقتين سوف نبدأ دكتور أشرف، فنبدأ بالتعريف بال نبدأ بالتعريف بال... ب... بشركائنا، وبعد ذلك سوف نبدأ بتقديم الدرس. مرحبا بكم مرة أخرى محمد الغراوي، سعيد بمتابعتك لنا. أهلا بك باقر الرادي، أتمنى أن تستفيد من هذه الندوة. فمجال الذي تعمل فيه فيصب بالضبط في مجال النصائح التي يعطيها الدكتور أشرف. دكتور أشرف، نبدأ بعد دقيقتين. تمام، احنا معانا قد ايه دلوقتي يا اخو اسامه؟ شوية أكثر من 10. اوكي، دقيقة ونبتدي ان شاء الله. طبعا احنا بنعتذر لمن انضموا لينا في الوقت المظبوط، ويعني نطلب معلش منكم الصبر. طلبنا كده دقيقة كمان علشان نسمح للناس اللي مش عارفة تكونكت أو تتصل بينا وتنضم إلى الندوة، فدقيقة وهنبتدي على طول مع بعض. أعتقد ممكن نبدأ يا أسامة. طيب، كويس، مرحبا بكم. ممكن نعطي الكلمة أولا لشركائنا. على العموم بالنسبة للمشاركين الذين يلتحقون بنا في المرة الأولى، يمكنكم دائما طرح أسئلتكم أو التشارك أو التفاعل معنا عبر صندوق الدردشة. الدكتور أشرف سوف يعطي العديد من الأمثلة الحية for businesses. يعني لو عندكم أسئلة معينة يمكن دائما الإجابة عليها نحن أو شركاؤنا. فالآن سوف أعطي الكلمة للشركاء لتقديم نفسهم. مهند، would you like to مهند؟ أعتقد كان المفروض فاضل من الستيشن. صحيح، بس مش موجود. فاضل غير موجود. ممكن. مرحبا جميعا.
أشكركم على الحضور. أنا محمد الحطاب، مدير مكتب بغداد المجلس العمال العراقي البريطاني. تسمعوني؟ صوتي واضح؟ نعم مهند، الصوت واضح. أشكر البنك الدولي ومؤسسة IFC من مجموعة البنك الدولي توفيرهم هذه الفرصة الفريدة ومساعدة الأعمال الصغر والصغيرة المتوسطة بمواجهة أزمة جائحة COVID-19 التي يواجه العالم حاليا. نحب نعرفكم شركائنا تنظيم هذه الندوات المجانية بالإضافة طبعا إلى IFC. هو أولا The Station، المحطة هي ملتقى الأعمال الصغيرة والمتوسطة ومبادرة رائدة تشجيع مشاريع الشباب الطموح بالعراق بعرض أفكارهم وكذلك لقاء نظرائهم. شركنا الثاني هو 51 Labs، مشروع رائد مهم ايضا مساعدة اعمال ناشئه في المناطق اللي تتاثر بالصراع والحروب والعمل على دعم الاقتصاد فيها. شركنا الثالث هو مشروع رواد العراق الذي يقيم مبادره من شركه انوفست للشرق الاوسط ايضا لتشجيع مساعد رواد الاعمال على تنفيذ مشاريعهم وتطوير اعمالهم. اما احنا الاي مجلس الاعمال العراقي البريطاني، منظمه غير حكوميه تعمل من العراق والمملكة المتحدة على تسهيل وتشجيع الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين من خلال الشركات البريطانية العاملة في العراق، ومن خلال إقامة مؤتمرات وزيارات متبادلة للوفود التجارية بين العراق وبريطانيا. الهدف من هذا كله هو النهوض بالاقتصاد العراقي وتشجيع القطاع الخاص خصوصا. نشكر جميع الحضور ومشاركتهم، وأمل أن تكون هذه الندوة والندوات القادمة مستوى توقعاتكم. أرجو الفائدة للجميع وأرجو التفاعل معه الأستاذ أشرف وعدم التردد في طرح الأسئلة. لذلك أرجو من الجميع المشاركة جميع ندواتنا القادمة. أشكركم شكرا جزيلا. أشكرك أستاذ مهند وأهلا بكم جميعا في ندوتنا النهاردة، وموضوعها الحصول على التمويل خلال الأزمات. وخليني كده سريعا اقدم لكم نفسي قبل ما نبتدي نتكلم عن تفاصيل هذه الندوه. انا اسمي اشرف شنوده، الحقيقه عملت في عدد من شركات متعدده الجنسيات في عدد من الدول، وده كان قبل ما اسس شركتي الصغيره في مجال التدريب والاستشارات الاداريه. هذا كان منذ اكثر من حوالي 20 عاما، وفي خلال العشرين عام الماضية الحقيقة كان عندي فرصة إن أنا أعمل في بلدان كثيرة مع شركات متعددة صغيرة ومتوسطة في معظم أنحاء، يعني نقدر نقول في الخمس قارات. والحقيقة أنا كبير مدربين معتمد من مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، وكذلك مؤسسة LPI في إنجلترا. والحقيقة من خلال عملي سواء أنا كشركة صغيرة أو متوسطة، وكذلك من خلال عملي مع عدد كبير من الشركات الصغيرة ومتوسطة في عديد من المجالات سواء بالتدريب أو بالاستشارات، كان اداني فرصة إن أنا أتعرض لكثير من تحدياتهم، وده يمكن دينا فرصة إن احنا النهاردة نتبادل هذه الأفكار في ظل الظروف الحالية. وطبعا الظروف الحاليه والتحديات اللي كلنا بنمر بيها بسبب جائحه الكورونا دي، طبعا مش احنا بس في العراق اللي بنمر بيها، لا في العالم كله، والحقيقه تبعاتها كثيره على المستوى الاقتصادي طبعا اضافه للمستوى الصحي، وطبعا كلنا متاثرين بيها، وكلنا يعني بيصيبنا القلق في بعض الاوقات سواء على مستوى العائلة سواء على مستوى الأعمال. فده طبعا بيمثل لنا نوع من أنواع التحديات الحقيقة الكثيرة. أنا بعتذر لكم، واضح أنه حصل حاجة في الورك. يا ترى واضح
السلايد. نعم أستاذ أشرف. فطبعا زي ما كنا بنتكلم انه التحديات دي تقع علينا سواء على المستوى الاقتصادي او حتى على مستوى قلقنا على صحتنا وصحة أسرنا وأحبائنا، فطبعا كلنا الحقيقة بنقابل هذا التحدي، وإن شاء الله من خلال هذه الندوات اللي احنا اللي بيقدمها البنك الدولي مع الشركاء بنحاول إن احنا نقدم بعض الأفكار وأفضل الممارسات للتعامل مع هذه التحديات. طبعا احنا قدمنا لغاية دلوقتي ندوتين، ندوة من الأولى كانت كيفية التعامل مع خطة العمل وإعادة النظر فيها في ظل التحديات القائمة، والندوة الأخرى كانت ليها علاقة بكيفية التعايش والتأقلم مع هذه الظروف والاستمرار في أعمالنا، بل وكمان الازدهار في الوقت الحالي أو التجهيز للازدهار في الوقت القريب المقبل. النهاردة الحقيقة زي ما اتكلمنا موضوعنا له علاقة عن كيفية الحصول على تمويل، يعني بعد ما اتكلمنا على الخطط، بعد ما اتكلمنا على كيفية التعايش والتأقلم مع هذه التحديات، النهاردة هنبتدي نشوف أهمية موضوع التمويل. وزي ما حضراتكم عارفين أحيانا في مثل هذه الظروف والتحديات بنحتاج تمويل، والتمويل أسبابه عديدة. هنشوف كل التفاصيل دي مع بعض، هنشوف ايه العناصر اللي احنا محتاجين ناخد بالنا منها، وهنشوف حالا دلوقتي تفاصيل هذه الندوه. انما قبل ما نبتدي كده في نشاط لطيف احب ان احنا نعمله مع بعض. دايما بنحب كده نشوف نغمض عينينا ونحلم بالصوره النموذجيه اللي احنا نفسنا نشوف فيها نطاق اعمالنا او البيزنس بتاعنا. فاطلب من حضراتكم مشكورين لو نغلق أعيننا كده لمجرد ثواني ونبتدي نفكر ونقول طيب لو أنا دلوقتي شركتي قدرت تحصل على التمويل الذي تحتاجه من غير ما تخش في التفاصيل، شايف البيزنس بتاعك هيروح فين؟ شايف إيه التغير اللي هيحصل على البيزنس بتاعك؟ طبعا أنا مش بتكلم على تفاصيل ولا بتكلم على خطة، بتكلم على رؤية، شايف إيه؟ يا ريت لو تردوا علينا في صندوق الدردشة سريعا كده في بضع كلمات، لما غمضنا عينينا شايفين ايه؟ شايفين ايه لما قدرنا نحصل على تمويل؟ شايفين ده أثر على البيزنس بتاعنا ازاي؟ ثواني ويا ريت تردوا علينا في صندوق الدردشة في بضع كلمات. تمام محمد، scale bigger team more profit. كلام جميل، برافو. تمام، هو ده فعلا احد الاهداف الاساسيه بتاعت التمويل، ان احنا فعلا ازاي نقدر نعمل اكسبانشن او نكبر الاعمال بتاعتنا، وبالتالي طبعا ممكن نزود اعداد الفريق العمل اللي احنا بنشتغل بيه. طبعا ده ممكن يؤدي وان شاء الله يؤدي لارباح اكثر ونمو اكثر للبزنس بتاعنا. اشكر المشاركين وادعو الجميع انهم يستمروا ويكملوا معانا المشاركه. طيب في هذه الندوه ايه اللي هنشوفه مع بعض؟ هنناقش عده نقاط، اولها طبعا اساسيات الاقتراض ايه؟ تاثير الجائحه على الاقتراض، ثم الخلاصه. وما نهايه هذه الندوه سوف يكون بمقدورك أن تصف الاعتبارات التي يراعيها المقرضون عند اتخاذ قرار منح القرض من عدمه. ودي نقطة مهمة لازم نشوفها علشان لما نيجي نقدم على تمويل نقدر نشوف الناس دي بتفكر إزاي وإيه متطلباتها بحيث نجهزها بشكل مناسب. الجزء الثاني اللي هيكون بمقدور او حضرتك مع نهايه هذه الندوه ان احنا نعدد ايه هي العناصر الخمسه للاقتراض، بما في ذلك ايه انواع او ايه الخيارات التمويل المتاحه، وامتى نلجا لكل نوع من هذه البدائل او من هذه انواع التمويل المختلفه. طبعا هيبقى عندنا في بضعه نقاط هنقف ونسال بعض الاسئله، نرجو من حضراتكم المشاركه.
وفي نفس الوقت يعني اعذرونا انها مشاركه هتكون مقصوره على صندوق الدردشه، وده علشان نقدر نعظم من استفادتنا من وقت هذه الندوه. الندوه دي هتساعدنا على ايه؟ هتساعدنا على التاقلم مع الازمه الحاليه، وده الحقيقه كل هدف الندوات اللي بنقدمها، ويكون عندنا فرصه مع نهايه هذه الندوه ان احنا نعرض على حضراتكم ايه الندوات المقبله. هتساعدنا كمان الندوه على التخطيط للمستقبل، وطبعا هنا بنتكلم على التخطيط مستقبل في ضوء احتياج للتمويل وكيفيه الحصول عليه. هتساعدنا كمان ازاي نستفيد من حلول الاقتراض المختلفه وانواعها المختلفه اللي تتناسب مع نشاطي ونوعيه احتياجي. وكمان في الاخر هنعتبر طول الوقت انه الازمه دي تعتبر فيها فرصه. وطبعا احنا في الندوتين الماضيتين شفنا ان احنا دايما في اقاويل او مقولات لمشاهير كبار في العالم انهم دايما بيتكلموا انه في خضم كل كارثه او كل ازمه هناك فرص عظيمه. طبعا باربرا كوركوران دي مليونيره عصاميه امريكيه تعمل في مجال القرار، وليها مؤلفاتها وظهورها التلفزيوني، وليها الحقيقه اراء جميله ازاي نقدر نتعامل مع التحديات المختلفه. ودايما ليها وجهه نظر بتقول ان في الازمات بنعتبرها فرصه كي تلتقط انفاسك وتضع خطه لنشاطك التجاري في السنه التاليه. وطبعا ده معناه ان احنا في هذه الازمه او في ضم التحديات الحاليه مهم ازاي نقدر نتعايش، نقدر نتأقلم، نقدر نبتدي نبص لقدام، وازاي نقدر نشوف الفرص المقبله نقدر نجهز ليها ازاي من دلوقتي. واحيانا بنقول كمان على هذه المرحله دي مرحله ترتيب المنزل من الداخل. وطبعا هنا في نقطه يمكن اتكلمنا عنها في ندوات الماضيه، بس احب اقولها سريعا لمن لم يكن له الفرصه لحضور الندوات الماضيه، انه مش عايزين نبص على الجائحه دي هي مجرد بضعه شهور قليله وهتنتهي. اتمنى احنا كلنا نحط المايك بتاعنا على الصامت. طبعا الجائحه دي مدتها قد ايه الحقيقه لغايه دلوقتي محدش قدر ياكد. تبعاتها الاقتصاديه هتستمر قد ايه برضو معظم الخبراء والمختصين بيتكلموا انه الموضوع ربما يطول لاكثر من سنه او يمكن يصل الى سنتين او اكثر. فده معناه ان احنا مش محتاجين ننتظر ونقول طيب اصل الرؤيه مش واضحه خلينا ننتظر لما الرؤيه تتضح ونبتدي نجهز اعمال. لا، الحقيقه ده لا يتناسب مع من يريد انه يستمر في عمله ويبتدي يجهز عمله للمرحله المقبله. لا، النهارده انا ببتدي احط بضعه تصورات او سيناريوهات لما سوف يحدث في الفتره المقبله. بحط افضل سيناريو، اسوأ سيناريو، السيناريو الاكثر قابليه للتحقيق، وابتدي ابني عليه تصوراتي وتوقعاتي. وهنا مهم جدا برضو زي ما اتكلمنا، معلش انا بدي كده نبذه سريعه عن النقاط الاساسيه اللي اتكلمنا فيها في الندوتين الماضيتين لمن لم يحضر. مهم يا جماعه ان احنا برضو نشوف انه المستهلك بتاعي في هذه التحديات او في هذه الجائحه ابتدى يغير من عاداته، يغير بالتالي من احتياجاته التي من الارجح كثير منها سوف يستمر لما بعد الجائحه. وكل الحقيقه الازمات والكوارث اللي مرت على مر العصر الحديث تبعها تغيرات في الاحتياجات بتاعه المستهلكين والاحتياجات بتاعه المجتمع بشكل عام. فهنا ده مهم ان احنا نبتدي نشوف، لانه كثير من التغيرات او التحولات او التعديلات اللي حضراتكم محتاجين تدخلوها على خطتكم الحاليه، او نقول بقى بلاش نقول الحاليه، الماضيه التي كانت قبل الجائحه، ده مهم ان احنا نبتدي ننظر ليها نظره جديده زي ما شفنا في الندوتين الماضيتين، ان احنا نبتدي نجهز للقادم ونجهز للتغيرات القادمه التي سوف تستمر. ف
فده معناه من خلال هذه الجاهزية أو من خلال المرحلة مرحلة التحديات القائمة حاليا ربما أحتاج التمويل، وده السبب إن إحنا الحقيقة بنعمل هذه الندوة النهاردة علشان نقدر نعظم استفادتنا من الندوة. برجوكم المشاركة ثم المشاركة من خلال صندوق الدبلشة زي ما اتكلمنا، نحترم آراء بعض ولا نعلق سلبيا على آراء بعض، الرأي المناسب ناخده، الرأي اللي شايفينه مش مناسب مش هيضرنا لو إن إحنا تركناه وما خدناهوش في الاعتبار، ثم رجاء كاتم الميكروفونات علشان نحاول إن إحنا نسمع بعض كويس. طيب سريعا كده، يمكن الأخ أسامة طلب في بداية الندوة إن كل واحد يذكر نشاطه التجاري، ولو يحب يذكر اسمه كمان ياريت. فسريعا لمن انضموا مؤخرا ياريت لو يقولونا كده إيه مجال أعمالهم وإيه مجال نشاطاتهم في كلمتين، الحقيقة ده يمكن يساعدنا أكتر إن نقدر إيه نكيف هذه الندوة لكي تناسب أكتر احتياجاتكم. ياريت لو تشاركونا في صندوق الدردشة في بضعة كلمات. إحنا عندنا كإجابات مجال تنمية نشاط تجاري، عندنا أيضا على اليوتيوب في أصدقاء قالوا محل أنشطة وأطعمة غذائية بالجملة، محل أجهزة كهربائية، يعني لو في حد تاني ماركتينج اند تريدين. شكرا محمد. أشكرك عزيزي أسامة. طيب خلينا نشوف مع بعض إيه أساسيات الاقتراض. طبعا هنا برضو في نشاط تجاري ومحل أعمال اليدوية الهاند ميد والكروشيه، كلام جميل من شهد، تمام نشكركم. طيب خلينا نشوف إيه هي أساسيات الاقتراض الحقيقة، وبسرعة إن إحنا نفكر كده مع بعض برضو في صندوق الدردشة سريعا، لو تقولوا لي يعني ايه هي الاسباب اللي قد تدفعك انت او غيرك من اصحاب الانشطه التجاريه الى الاقتراض. إيه لو تقول لنا كده في بضعه كلمات صغيره ايه هي ممكن تكون الاسباب اللي تؤدي ان انت تفكر طيب انا محتاج تمويل. يعني خلينا بدل نقول من كلمه اقتراض نقول محتاج تمويل. طبعا التمويل ده ممكن يكون قصير الاجل ممكن يكون طويل الاجل. فياريت كده بسرعه تقولوا لي في صندوق الدردشه في بضعه كلمات ممكن تكون ايه الاسباب اللي قد تدفعك لهذا لطلب تمويل. تمام اخ محمد بيقول انه ممكن يكون في فرصه ان انا اقدر احقق فيها نجاح اكبر. تمام قله السيوله الاخ محمد جواد. تمام لتوسيع المشروع. تمام كلام جميل جدا، وتطوير وفتح فروع اخرى. تمام opportunity يعني تمام. أيوة. تمام عظيم، كل دي كلها افكار جميله. خلينا نشوف الحقيقه الدوافع المختلفه لعمليه الاقتراض بشكل عام وخصوصا اثناء الجائحه. طبعا لو انا محتاج ازود المخزون بتاعي، لو انا شغال في مجال معين، طبعا في من ضمن حضراتكم بيتكلم على انهم شغالين في مجال التجاره او في مجال الاعمال اليدويه، طبعا هنا ممكن اكون شايف انه في طلب ابتدى يتنامى على منتجي، او جايز يكون لسه هيبتدي يتنامى في المرحله المقبله، خصوصا ان احنا دلوقتي الحمد لله يبدو ان احنا على مشارف يعني انفراجه نسبيا للتحديات بتاعت الجائحه، من ناحيه انه ابتدت الحكومات تسمح بالخروج اكتر، بالناس ابتدت تخرج اكتر، ابتدت يمكن ده ابتدى يرفع من روحها المعنويه اكتر، وبالتالي ابتدت انه عندها قابليه انها تشتري اكتر. طبعا كل ده مع الاخذ في الاعتبار برضو علشان دايما نبقى شايفين الجانب الايجابي ومعاه التحديات بتاعته. طبعا القدره الشرائيه بتاعت الناس بشكل عام يعني ابتدت تقل بسبب التأثيرات السلبية على الاقتصاد بشكل عام. يعني مثلا لو أنا هقول لكم على مستوى ما
مثلا مصر 73% من الناس ابتدت تحس او ابتدت يحصل عندها تناقص في دخلها، وابتدى يأثر على قرارات شرائها. فطبعا ده مؤشر ان احنا ممكن نعمل منه تصور انه ده بشكل عام ابتدى يأثر على الناس. فهنا ممكن اكون شايف ان انا محتاج ابتدي ازود مخزوني لتلبية طلب قادم او طلب حالي، زيادة الانتاج لتلبية الطلب من خلال بقى مش مجرد المخزون، لا، ان انا محتاج ابتدي اجيب معدات جديدة او ان انا ابتدي اطول ساعات العمل. وده طبعا ممكن يكون بيتناسب سواء مع الوقت الحالي او الوقت القليل المقبل. فلو انا بتكلم على معدات جديدة، دي لازم من النهاردة ابتدي اشتغل عليها وابتدي اجهزها علشان المستقبل المتوسط او المدى المتوسط او الشبه بعيد. طبعا ده بالنسبة للتوسعات، بس انا ربما يبقى عندي بعض الفجوات في التدفق النقدي حاليا بسبب تحديات الجائحة وانخفاض الطلب او تأجيل حسابات القبض. يعني انا النهاردة مثلا ببيع بالآجل، الناس اللي شغالة في التجارة، تجارة سواء المأكولات او تجارة الأطعمة او انواع التجارة المختلفة اللي هي بتبيع بالجملة، دي على الارجح انها بتبيع بالآجل. طبعا برضو كذلك الناس اللي هي شاهد زي ما قالت مثلا ان احنا بنشتغل في الاعمال اليدويه، ربما انها تكون بتفكر بدل ما هي تبيع مباشره للمستهلك، ممكن يبقى عندها مثلا مكانها اللي بتبيع منه للمستهلك وتبتدي تشوف تعرض منتجاتها عند ناس اخرى. في ده طبعا بيأجل حسابات القبض، بيأجل العائد اللي بيوصل لها، انها بدل ما يوصل لها باعت النهارده المنتج وصل لها المبلغ او قيمه المنتج النهارده، لا، ممكن يوصل لها بعد 30 يوم، بعد 60 يوم، حسب طريقه تعاملك مع الموزعين بتوعك او مع من تعمل معهم. فده ممكن يعمل عندي فجوه في التدفق النقدي. ده مش عيب خالص، ده ممكن برضو يتسدد من خلال تمويل. لو انا هدفع ثمن تكاليف ثابته او عند انخفاض الطلب، طبعا ده وارد. لو انا عندي ايجارات وعندي مخازن، كل ده ممكن يحتاج، او عندي اقساط مكن مثلا كنت شاريه ومحتاج ادفعه، كل ده ممكن انه ابتدي ادور على تمويل عشانه في ظل التحديات الحاليه. اعاده تجهيز او تاهيل لتلبيه الطلب الجديد، طبعا دي فرص جميله ان انا ببتدي اشوف الفرص المقبله وابتدي ان انا اشتغل عليها، سواء ان انا ممكن اجيب معدات جديده او اعيد تدريب الموظفين بتوعي. كل دي أسباب جميلة جدا إن أنا أبتدي أدور لي عليها بسببها على تمويل. أو طبعا الاستثمار في التكنولوجيا، نقطة مهمة جدا جدا يمكن اتكلمنا عنها في الندوات الماضية، وهو التحول الرقمي وأهميته. إن أنا أبتدي أعمل أهتم جدا بإن أنا أبتدي أنقل جزء كبير جدا من أعمالي على الإنترنت، سواء من خلال الويب سايت بتاعي اللي أنا بفعل عليه عملية التجارة الإلكترونية، او من خلال منصات، من خلال عمل منصات الكترونيه او ابلكيشنز على الموبايل. اتكلمنا انه اكتر من 50% من المستهلك اللي بيشتري عن طريق الانترنت بيشتري من خلال الموبايل. في كل دي تحولات مهم جدا ان انا ابتدي اشتغل عليها. ودينا يمكن في الندوات الماضيه امثله على عمالقه ابتدوا يحولوا شغلهم، زي مايكروسوفت مثلا قفلت كل محلات على مستوى العالم علشان تبتدي تشتغل على الانترنت. وطبعا الاستعداد للنمو، ده احد الاسباب الرئيسيه اللي احنا بنشتغل عليها او ممكن ان انا تكون محتاج فيها تمويل. عظيم. طيب ايه بقى خيارات التمويل؟ ودي نقطه مهمه، طبعا تبدو في ظاهره انها سهله وبسيطه، ويمكن كثير من حضراتكم اللي مر في مراحل التمويل المختلفه يمكن تعرض لها بشكل او باخر، بس خلينا بسرعه كده نشوف ايه الخيارات المتاحه. طبعا اول خيار هو المدخرات الشخصيه، ان انا ابتدي اشوف انا مثلا عندي مدخرات ابتدي استخدم. طبعا ميزتها انها ملهاش تكاليف، مش بدفع عليها اي فوائد ولا اي رسوم ولا اي حاجه خالص، دي من مدخراتي وبالتالي ملهاش شروط. ايجابيتها زي ما قلنا انها غير مكلفه، انما طبعا سلبياتها ان انا لازم اكون حريص جدا ومتحوط ان انا ما اصرفش كل مدخراتي، لانه مدخراتي دي معناها ليها تاثير مباشر عليا وعلى عيلتي. فبالتالي انا لازم اكون حريص
ايه النسبه اللي انا ما اقدر ان انا استخدمها من مدخراتي. دي نقطه مهمه لازم نخلي بالنا منها وان ما نستهلكش كل المدخرات. بالنسبه للاصدقاء والعائله طبعا دي تيجي في المرتبه الثانيه من حيث السهوله ومن حيث الايجابيات، حيث ان سعر الفائده عاده بيبقى جيد واحيانا ممكن بيتاخد بشكل حبي، ان عاده بيبقى متوقع من الصديق او من المعارف ان احنا فايده تماثل على الاقل فايده البنك. بس طبعا هنا طلباتهم واحتياجاتهم او شروطهم بمعنى اصح بتبقى مرنه جدا عن البنوك او عن الجهات المقرضه الاخرى. طبعا بعض سلبياتها انه لو انا ما قدرتش ان انا اوفي بوعودي واسدد الدين بتاعي في ميعاده ده ممكن يخلق بعض الحساسيات. بالنسبه للموردين طبعا دي احد الحاجات اللي انا بشجعكم جدا جدا ان انتم تشتغلوا عليها لانه تكلفتها مجانيه الحقيقه، ودي بترجع لعلاقتي قد ايه قويه مع الموردين بتوعي، وده طبعا افضل شيء ان انا ممكن ان انا احصل عليه خلال عملي، ان انا دايما احافظ على علاقه ايجابيه مع الموردين بتوعي، وده ساعتها بيديني فرصه ان انا اسدد بالاجل. يعني انا النهارده مثلا بتاجر في عمليه مواد الاطعمه وخلافه، فممكن هنا اقدر بسهوله ان انا اطلب منهم طب معلش يعني انت هتجيب لي المنتج او المكونات او احتياجاتي بس مش هسددها فورا، هسددها بعد مثلا مده زمنيه، ممكن المده الزمنيه دي توصل 30 يوم، ممكن توصل ل 60 يوم. طبعا هنا التفاوض بس تجي تضمني وتجي جيبها في جيبها كوردن. يا شكرا. فطبعا ان انا ممكن اتفق مع المورد ان انا اسدد له بعد مده زمنيه 30 يوم 60 يوم، طبعا ده بيعتمد على علاقتي بيه وحجم عملي معاه. وطبعا خدوا بالكم يا جماعه في ظل التحديات دي كلنا بنمر بيها، الموردين والموزعين كلنا بنمر بيها، فطبعا يبقى ده شيء مقبول، انما لازم برضو اراعي التدفقات النقديه اللي هو متوقعها المورد بتاعي. طبعا ده غير مكلف واشتراطاته بسيطه جدا، او بمعنى اصح بتعتمد على العلاقه بيني وبينه، وده عاده بيبقى قصير الاجل لانه زي ما قلنا مدته في حدود ال 30 يوم، ممكن تزيد شويه 45 يوم طبقا زي ما قلنا للعلاقه اللي بيننا وبين بعض. كده البنوك. طبعا البنوك دي تكلفتها بتبقى يعني حسب الظروف وحسب المرحلة اللي بنمر بيها، أقصد كاقتصاد في الدولة. فهنا بتيجي الفايدة على الإقراض بتبقى متغيرة في أحيان. طبعا هنا في مبادرة هكلمكم عنها حالا عملها البنك المركزي العراقي، ودي الحقيقة خفض فيها الفوائد لتصل إلى 3.5-4%، وهكلمكم أكتر بالتفصيل عليها حالا. طبعا شروطها برضو أو مدتها متغيرة. إيجابيتها أنها إلى حد كبير متاحة لكل الشركات الصغيرة والمتوسطة. هنا عايز أقول مش عايز أسميها سلبيات بس أسميها أكثر تحديات، أنه البنك بيبقى له شروط وشروط واضحة، والحقيقة مهم جدا أن أنا أوفيها قبل ما أقدر أخد القرض، وهنتكلم عنها بعد لحظات. يجي بعد كده الممولين، وطبعا الممولين دول اشتراطاتهم بتبقى أقل لأنه بياخد معايا مخاطرة، بالتالي التكلفة أو الفايدة اللي بيطلبها بتبقى فايدة عالية جدا قد تصل إلى 25% أو أكتر. الشروط بتاعته بتبقى عادة بضعة أشهر ممكن تزيد برضو طبقا لكل حالة وشكلها ودرجة المخاطرة اللي شايفها الممول، ودي بنسميها شركات ليسينج يعني او شركات تمويل. بيبقى اكتر سهولة من البنك لانه زي ما قلنا بيبقى الممول عنده قابلية للمخاطرة اكتر من البنك. هي دي المبادرة الحقيقة بتاعت البنك المركزي، وهي اسمها المبادرة 1 تريليون من البنك المركزي العراقي. وهنا بتتكلم على القروض التي تنتهي عند مبلغ 20 مليون دينار، خفضت الفايده بتاعتها من 4.8 الى 3.5 او 3.5%.
بالنسبة للقروض التي تزيد على 21 مليون دينار وتصل إلى مليار دينار، بتكون الفايدة بتاعتها 4%، ده بعد ما كانت 6.3%. فطبعا ده هدفه مما لا شك فيه دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعم المنتجات الوطنية. وطبعا المبادرة دي راعت بعض القطاعات التي تأثرت كثيرا بالجائحة، ومنها مجالات السياحة والفندقة والمطاعم، وطبعا ادت لها فرص وتسهيلات وفترة سداد أفضل وفترة سماح كمان أفضل. هنتكلم على يعني ايه فترة سماح حالا. طيب هنا في نوعين من القروض الحقيقة، في القروض وفي خط الائتمان. طبعا القروض بشكل عام دي بتبقى قروض سعر فائدتها ثابت ومدتها نسبيا بتبقى أطول، أما خط الائتمان فده بيبقى ميزته لما بكون محتاج تمويل سريع وقصير الأجل. هنا نشوف بسرعة القرض، زي ما معظم حضراتكم ممكن يكونوا عارفين، هو مبلغ أنا بطلبه بسدده مع فوائد على دفعات منتظمة في فترة معينة، فترة زمنية معينة. زي إيه؟ زي طبعا الرهن العقاري. الرهن العقاري ده بالمناسبة بيبقى البنك أحيانا بيبقى عامل خطوط للقروض، بيبقى الرهن العقاري ممكن يبقى له فايدة أقل كثيرا من بعض الاحتياجات الأخرى، زي مثلا قرض شراء سيارة. بيبقى عادة الفايدة هنا بتبقى مختلفة، الرهن العقاري بيبقى فايدته أقل وفترات سداده أطول. برضو ممكن أكون محتاج قرض لأعمالي، وده موضوعنا النهاردة، أو لو أنا محتاج مثلا قرض علشان إيجار أو خلافه. طبعا ملائم للاستثمارات الكبيرة، وطبعا إن أنا ممكن أكون بشتري عقار، بشتري معدة، بشتري مكنة، بشتري أسطول عربيات، بستأجر مكان مثلا مخزن لمدة طويلة. كل دي بتبقى القرض بيبقى ملائم بيها اكتر. ده طبعا اجابته انه سعر الفايده ثابت، فانا عارف ايه اللي هدفعه وامتى هدفعه. اسعار الفايده نسبيا بتبقى منخفضه، اقساط شهريه او ربع سنويه او نصف سنويه، حسب، كلها بتبقى ثابته. طبعا ده حسب الاتفاق مع البنك. طبعا ممكن جدا ان انا اخد المبلغ كامل مره واحده او على اقساط شهريه. بالنسبه لخط الائتمان ده ميزته طبعا زي ما قلنا انه سريع حسب الحاجه، وده بيتفق عليه مره مع البنك وبيبقى ساري معايا لفتره، الى حد فتره زمنيه بعد كده، يعني مش كل مره محتاجه ان انا محتاج ارجع واتفاوض مع البنك، هو بتفاوض مره والبنك بيفتح لي خط ائتمان بعد كده. وده بيبقى مثلا امثلته زي ايه؟ زي بطاقه الائتمان مثلا، دي احد الامور اللي احنا بنشوفها كتير. خط ائتمان خاص بالمشاريع الصغيره، انه بيديني مبلغ معين اقدر اتحرك خلاله في خلال مثلا سنه معينه ما اقدرش اتخطاه. وطبعا بتبقى فائدته نسبيا اعلى من القرض. او ان مثلا خط الائتمان مثلا احد الامور انه يديني سحب على المكشوف لاغراض تجاريه. يعني ايه سحب على المكشوف؟ يمكن حضرات بعض من حضراتكم عارفينه. سحب على المكشوف يعني ان انا مثلا لو انا مثلا بسدد عندي شيك مستحق، فانا الشيك ده انا دفعته للمورد بتاعي، قلت له طيب انا عليا مثلا 100,000 دينار، خد الشيك ده روح اصرفه. راح المورد بتاعي يصرفه من البنك، لا انه في الحساب بتاعي مجرد 80,000 دينار بس مش 100,000. البنك مش هيدي له رفض على الشيك، انما هيدي له ال 100,000 دولار كامله. بس هنا يبقى انا سحبت على المكشوف الفارق اللي هو ال 20,000 دينار، ده للبنك هيحسب لي فايده عليها لغايه ما اسوي ال 20,000 دينار دي واحطها في الحساب بتاعي. فدي ميزه ان انا بتفاوض مره واحده وبالتالي بتبقى ماشيه معايا على طول. طبعا ايجابياته انه راس المال بيبقى طبعا، او المبلغ اللي انا محتاجه بيبقى قليل، بستفيد منه عند الاحتياج. يعني لو انا ما سحبتش على المكشوف او ما صرفش من بطاقه ائتماني مبلغ اكتر من اللازم، ما بدفعش فوائد، ما فيش اي مصاريف عليا. طبعا سعر الفائده بتاعه، سلبياته انه سعر الفائده متغير اعلى شويه زي ما قلنا من
البنوك. فده الحقيقة الفرق بين القرض اللي هو بيسدد لي أو بحتاجه عند سداد، عند الاحتياج لتمويل مشتريات كبيرة أو استثمارات كبيرة، بالمقارنة بخط الائتمان اللي هو قد يسد لي فجوة تمويلية مؤقتا، ودي بتبقى الفروقات الأساسية اللي أنا بحتاجها. طيب سريعا، يا ريت لو تقولوا لي إيه الاعتبارات اللي أنا محتاج أخدها معايا أنا بتكلم في الاقتراض، يعني في صندوق الدردشة. يا ريت لو تقول لي كده بسرعة نقطة أو نقطتين بالأمور التي ينبغي من حضراتكم أخذها في الاعتبار عند الاقتراض، بما في ذلك أي أشياء إضافية شايفينها بسبب الجائحة. تمام، محمد سلام بيقول فجأة، كلام جميل. الفائدة كمان ايه الاعتبارات الاخرى اللي انا محتاج ان انا ابص عليها؟ فترة السداد مثلا. أيوة payment amount تمام، per month، قسط يعني الشحن. قيمة سداد. تمام تمام القرض ده هسدده على مدة زمنية قد ايه؟ كيفية نجاح المشروع الذي من خلاله يمكننا التسديد. كلام مهم جدا. تمام يا شاك، ده كلام مهم جدا. تمام، في حد بيقول ايه احتياجاتهم كضمانات زي منزل مثلا او خلافه. تمام، الضمانات، برافو عليكم، انتوا حطيتوا ايديكم على نقاط مهمة كثيرة. اول حاجة سعر الفايدة. طبعا سعر الفايدة هي تكلفة الاقراض، واتكلمنا على اهمية سعر الفايدة ومختلفة لو انا باخد قرض طويل بسدد بيه مشتريات كبيرة او بطلب بيه خط ائتمان فقط، وهي بتبقى نسبة مئوية من المبلغ المقترض. بالنسبة للرسوم البنكية، طبعا احيانا بعض البنوك، وانا عارف انه يعني حسب معلوماتي المتواضعة انا عارف احيانا في البنوك في العراق تبقى الرسوم دي نسبيا عالية، احيانا بتبقى رسوم منفصلة عن الفايدة، او بيبقى مبلغ على بعضه وبيجي يقول لك انت الفايدة اللي هتدفعها قد كذا. فترة سداد القرض زي ما حضراتكم قلتوا، دي نقطة مهمة جدا، هي الفترة اللي من خلالها بسدد القرض، ودي طبعا مهم جدا ان انا ابقى شايف الرؤية بتاعتي. وعلشان اطلب القرض زي ما اتكلمنا في بداية الندوة، احنا اتكلمنا في الندوة الماضية على الخطة بتاعتي، خطتي، خطة أعمالي اللي من ضمنها الخطة التمويلية، ولازم يبقى عندي خطة تمويلية قوية جدا واضحة جدا اللي من خلالها بقدر أحدد كل الاعتبارات اللي احنا بنشوفها دي مع بعض. أنا أقدر أتحمل سعر فايدة لغاية كام؟ أقدر أتحمل رسوم قد إيه؟ أنا محتاج القرض ده مدته قد إيه؟ الضمانات، دي نقطة مهمة جدا، إيه الضمان اللي أنا هعطيه للمقرض انه يضمن انه في حال التعثر يعني السداد يحط ايده عليه او يصبح ملكه. طبعا هنا مهم جدا ان انا انبه حضراتكم انه الضمانات دي مهم جدا ان انا اتعامل معاها بشكل عملي وبشكل ذكي، بمعنى ما اقدرش مثلا او لا يفضل ان انا اجي لمقرض او بنك واجي اقول له طيب الضمان بتاعي هو مكان البيزنس بتاعي او مكان عملي بمعداته. الله لي اقدر لو البنك حجز عليه وبالتالي اصبح ملكه، طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ خلاص انا دلوقتي ما عنديش اي فرصه ان انا اقدر اتعافى من الضائقه بتاعتي. فبالتالي مهم لما انا اجي ادي ضمان ما اديش ضمان على معداتي، ما اديش ضمان على مصدر رزقي، انما ممكن مثلا ادي ضمان زي ايه؟ لو انا عندي مثلا عدد من مثلا المخازن، ممكن ادي ضمان على مخزن او اثنين او ثلاثه حسب طبعا الاحتياج بتاع او متطلبات البنك والتي تعتمد على قيمه القرض. طب ليه انا بقول كده؟ لانه الله لي اقدر لو البنك حجز واصبح المخزن ده ملكه، انا ممكن وانا بحاول اتعافى وان شاء الله تتعافى من الضائقه ان انا ابتدي ااجر، فده تكلفته هتبقى اقل بدل ما اشتري. فهنا اقدر ان انا اعوض خسائري واقدر ابتدي واحده واحده تاني اسدد وارجع تاني اسدد القرض للبنك. خدوا بالكم للنقطه دي لانها مهمه جدا لما اجي اقول ضمانات، ما استسهلش وابتدي ادي ضمانات سهله.
لو عندي حتة أرض مثلا غير مستغلة كنت جايبها للاستثمار دي ممكن أديها للبنك، ما أديش برضو بيتي. يعني هنا عايز أحذر وعايز إن أنا أكون حكيم وأنا بحدد الضمانات اللي أنا هديها للبنك. فترة السماح أو المهلة هي الفترة اللي ما بين حصولي على القرض والتاريخ اللي أنا محتاج أسدد فيه أو القسط. طبعا برضو تاني ان انا بناء على الخطه التمويليه اللي هي جزء من خطه اعمالي ان انا ببتدي اقول وانا رايح للبنك انا دي فتره السماح اللي انا محتاجها، زي ما اتكلمنا على سعر الفايده والضمانات وهكذا، اقدر لازم اكون رايح للبنك. كل الامور دي واضحه في ذهني، وعشان كده احنا بنشوفها مش محتاجين ان نستنى البنك يسالني عليها، لا انا اكون جاهز ليها. هنا بقى علشان كده لازم اكون رايح للبنك واشرح له خطتي. طبعا انا بتكلم على بنك كاحد امثله المقرضين، لو انا رايح لشركه تمويل، لو انا حتى رايح لاصدقاء او معارف ان انا اقترض منهم، كل دول انا مهم جدا ان انا اشركهم معايا في خطتي وخطه اعمالي، ولازم تكون الخطه دي متكامله وتاخذ طبعا تكون زي ما اتكلمنا في الندوه الماضيه تكون واخده بعين الاعتبار التحديات بتاعت الجائحه وتحدياتها، بس كمان شايفة فين الفرص اللي جاية وابتدت تجهز له. أول حاجة لازم أكون خطتي مكتوبة زي ما قلنا، لازم بناء على خطة الجزء من الخطة اللي هو الخطة التمويلية يكون واضح بالنسبة لي علشان أحدد طلباتي زي ما اتكلمنا من شوية. أحدد طلباتي زي فترة السماح، أنا محتاج مبلغ قد إيه، هسدده في فترة زمنية قد إيه، هقدر أستحمل فايدة ورسوم بنكية لغاية فين. كل دي نقاط لازم اكون جاهز ان انا احددها للبنك بناء على خطة التمويل بتاعتي، ولازم تكون جاهز ان انا اقدر ارد على اي تساؤلات البنك فيما يخص الخطة بتاعتي. اتكلمنا طبعا في ندوة قبل الماضية على الخطة التسويقية اللي هي احد العناصر الرئيسية في خطة الاعمال بتاعتي، واتكلمنا على كل عنصر فيها انا بتعامل ازاي عليه في ظل الجائحة، ايه الاعتبارات اللي انا لازم اتعامل عليها. فبرجوكم كلكم تراجعوا خططكم وتبتدوا من الخطه التسويقيه بتاعتكم، ايه العناصر بتاعتي، كل عنصر من عناصر الخطه التسويقيه بتاعتي براجعه ازاي وراجعه ازاي في ضوء جائحه كورونا وتحدياتها والعواقب الاقتصاديه بتاعتها او ما بعدها كمان تكون شكلها ايه. مهم ان انا اقدم كمان دليل على العناصر الخمسه. ايه هي العناصر الخمسه؟ دي عناصر بيبص عليها الحقيقة المقرض وبيهتم بيها جدا الحقيقة. أول عنصر هو القدرة على السداد، تاني عنصر إيه هي الضمانات الشخصية بتاعت صاحب الأعمال أو القائم بالأعمال، الظروف التي بنمر بيها أو ظروف المحيطة بأعمالي، رأس المال اللي أنا حاطه في أعمالي شكلها إيه. خلينا نشوف كل واحدة بسرعة كده بالتفصيل. اول حاجه القدره على السداد. البنك طبعا لازم يشوف انا ايه الديون بتاعتي، ايه الديون الاخرى بتاعتي، وانا بمتلك ايه حاليا، وبيقارنها بدخلي المحتمل بناء على ايه، بناء على الخطه اللي انا مقدمها للبنك اللي فيها خطه تمويليه واضحه. مش بس كده، لو تتذكروا اللي حضروا مننا من حضراتكم الخطه التمويليه لما اتكلمنا عنها، اتكلمنا على عنصر مهم انه المقرضين بيهتموا بيه وحضرتك كمان لازم تهتم بيه. احنا مش بنعمل الخطه دي عشان بس البنك، خدوا بالكم في كثيرين ما بيرجعوش للخطه دي ويكتبوها غير واحنا رايحين نطلب قرض، خدوا بالكم ده خطا كبير جدا. لازم طول الوقت ان انا ابص على خطتي وتكون خطه متكامله بغض النظر انا محتاج تمويل من عدمه. والخطه دي انت مكتوبه وفيها شركائي في العمل كلهم عارفينها وشايفينها. انا بتكلم هنا على شركائي في العمل، مش بتكلم بس على شريكي اللي هو دخل براس المال، انا بتكلم على شركائي اللي هم الموظفين بتوعي وخصوصا كبار الموظفين، لان كل واحد فيهم لازم يبقى على علم بيها وبتفاصيلها وبيشتغل على تحقيقها. طبعا بنبص على بناء على الخطه بتاعتك، البنك بيبتدي او المقرض بيبتدي يشوف طيب الراجل ده او الاخت دي قدرتها على سداد القرض شكلها ايه؟ السيناريوهات اللي حضرتك عملتها وقدمتها للبنك شكلها ايه؟ لان في الاخر البنك محتاج يتاكد انه حضرتك هتقدر تسدد الفوائد بتاعته، لان غير كده فوائده وبالتالي الكوست بتاعه يعني.
بحيث ان انت مع نهايه المده بتاعت القرض تكون سددته، غير كده يبقى البنك هيخسر والبنك مش عايز يخسر. فبالتالي للاسف البنك هيجي في وقت معين ممكن يبتدي يحط ايده او يبتدي يتملك الضمانات اللي حضرتك قدمتها. واتكلمنا على الضمانات واهميه ازاي ان انا اختار الضمانات بحكمه بحيث ان نشاطي لا يقف عند تقديم الضمانات. نيجي نقطه ثانيه اللي هي الشخصيه. هنا البنك بيبص على او المقرض بيبص على ايه؟ تاريخ حضرتك او حضرتك الائتماني شكله ايه؟ سمعتكم في المجتمع شكله ايه؟ مجتمع الاعمال بشكل عام شكله ايه؟ وده بيبقى مؤشر مهم على امكانيات سداد الديون. في طبعا البنوك النهارده ابتدت تلجا لما يسمى الاي سكور او يعني بيسموها ايه؟ القدره الائتمانيه بتاعتك شكلها ايه؟ هل مثلا جه عليك وقت كان في شيك مستحق عليك ما سددتوش؟ هل في وقت كان البطاقه الائتمانيه بتاعت حضرتك ما سددتهاش؟ كل ده بيتسجل. وللاسف في حاله انه الكلام ده حصل بيبتدي اي مقرض يتردد كثيرا انه يديك قرض، وبالتالي يرى انه في القرض ده في مخاطره على عدم السداد، وده هينعكس بالتالي على التسهيلات اللي هيديها لحضرتك، بدايه من قيمه الفايده ايه اللي ممكن يديها لك. خدوا بالكم الجزئيه دي مهمه جدا. بعد اخر من الشخصيه اللي بيبص عليها البنك او المقرض هو النهارده هل الشركه دي قائمه فقط على حضرتك او حضرتك؟ يعني لو حضرتك النهارده او حضرتك الله لا يقدر حصل اي شيء او بكره الصبح قررت ان انت تترك البيزنس ده، هل البيزنس ده هيقع؟ هل البيزنس ده هيموت؟ لو ده الوضع برضو البنك بيشوف فيها مخاطره. فعشان كده احنا هنا بنتكلم على ان احنا لازم نبتدي ان احنا نشوف التتابع السلطه عندي شكله ايه في شركتي، ودي طبعا احد العناصر اللي هي بتتطلبها حوكمه الشركات، ودي نقطه طبعا بدعوكم حضراتكم ان انتم تبتدوا تبصوا فيها من دلوقتي، لانها دي نقطه مهمه جدا نبتدي نبص عليها وتنمو مع شركتنا وهي بتكبر. طيب هنا بيجي يبص برضو من ضمن العناصر يبص عليها ظروف الاقتصاد وظروف القطاع اللي انا بشتغل فيه شكله ايه، وشكل اعمالي شكلها ايه، وبدير اعمالي شكلها ايه. مما لا شك فيه المقرض عايز يعرف حضرتك المبلغ اللي محتاجه ده هتوديه فين، هتشتغل بيه ايه، هيضر لك ربح ولا لا. كل دي نقاط مهمة جدا لازم البنك هيبص عليها علشان يطمن انه بالبلدي كده فلوسه هترجع له. بيبص على رأس المال، بيبص قد ايه حقوق الملكية بتاعتي، يعني قد ايه انا استثمرت في العمل او في اعمالي شكلها ايه. كل ما بيبان استثماراتي في الشركة قد ايه، الشركة دي موجودة علشان تعيش، مش شركة موجودة هشة ممكن مع اول صدمة تقع. عشان كده من ضمن الخطط، من ضمن خطة حضرتك او حضرتك زي ما اتكلمنا في الندوة قبل الماضية، مهم يبقى عندي خطة استمرارية، خطة لاستمرارية العمل في ظل التحديات او الكوارث او المخاطر. لازم يبقى عندي دايما طول الوقت عناية على المخاطر، بدرس المخاطر بتاعت الاعمال بتاعتي او البيزنس بتاعي شكلها ايه، وبحط خطة للتعامل مع المخاطر. خطة التعامل مع المخاطر السريعة، يا اما ان انا بلغي المخاطر خالص، او ان انا بمعنى اصح ان انا بنقلها على حد اخر، وده طبعا بيبقى من خلال التامين، شركات التامين ده بند. ممكن ان انا ببتدي اقلل المخاطر من خلال ان انا اعمل خطه للمخاطر. وطبعا المخاطر والتعامل معها دي يعني نقطه كبيره لا يسع الندوه النهارده ان احنا نتكلم فيها، بس طبعا في مخاطر تاثيرها كبير جدا وفرصة حدوثها كبيرة جدا انها تحصل عندي في مجال اعمالي، يبقى انا النهاردة لازم اخد ليها اعتبارات كثيرة. مثلا في ظل الجائحة اللي احنا بنمر بيها، الجماعة حضراتكم زي ما ذكرتوا اللي بيشتغلوا في مجال البيع بالجملة والتجارة بالجملة، احد المخاطر اللي قد يكونوا فكروا فيها استمرار سلسلة التوريد بتاعتهم. هل توريد بتاعهم لو هم مثلا في منتجات مستوردة، هل منتجات مستوردة دي هتوصل لهم في ميعادها في ظل الظروف الماضية
وقيت الشحن وغلو التكاليف الشحن، طب هل وقفوا عند دي؟ طب لو انا هامن هذه المنتجات، طب المنتجات دي جت باسعارها شكلها ايه؟ اكيد جت باسعار غاليه بسبب الظروف الصعبه اللي احنا بنمر بيها. طب هل خدنا اعتبارات، خدنا بالنا من القصه دي؟ كل دي نقاط لازم ان انا اخد بالي منها، وابتدي ابتدي اقلل هذه المخاطر. احد مثلا الفرص ان انا ممكن اقلل بيها مخاطري ان انا ابتدي ان انا استخدم موردين محليين ومنتجات محليه، وبالتالي كده انا بشجع المنتج المحلي بتاعي وبأمن استمرارية توريد الـ احتياجاتي بأفضل الأسعار. كل دي نقاط لازم إن أنا أكون أبص عليها. من ضمن الاعتبارات المقرضين بقى، طبعا بص على الربحية التجارية بتاعتك. طبعا إحنا اتكلمنا في الندوة الماضية على الربح، اتكلمنا على الربحية، واتكلمنا إن الربحية دي هي بالظبط الربح على إجمالي قيمة الربح على إجمالي المبيعات بتاعتي كنسبة مئوية، وهي تعبر عن مدى كفاءة الأعمال بتاعتك على إنها تدر أرباح على الشركة. واتكلمنا لو تتذكروا لحضروا منكم إن أنا لو أنا ببيع كتير ده لا ليس بالضرورة ينم عن ربحية، ولو أنا ببيع كتير ده لا ينم بالضرورة عن سيولة. والسيولة زي ما قلنا، زي ما أنتم حضراتكم شايفين، دي أحد العناصر اللي بيبص عليها أي مقرض. طبعا الملاءة المالية دي احنا مش بنعديها، الملاءة المالية دي نقطة مهمة جدا، هي طبعا علاقة الأصول بالخصوم، ودايما المقرض بيبص على ان الأصول تتعدى الخصوم، وان انا اكون قادر على الوفاء بالتزاماتي بسداد القرض وأقساطه. طبعا السيولة هنا مهم جدا ان انا المقرض يبص عليها، هل انا هيكون عندي متوفر من السيوله ان انا اسدد الاقساط بتاعته في وقتها ولا لا. انا ممكن اكون بكسب، ممكن اكون ببيع كتير، بس مثلا القبض بتاعي بيجي متاخر، او ان انا في نفس الوقت عمال بعمل توسعات كبيره، بالتالي انا ما عنديش سيوله. طب لما يجي ميعاد القسط هسدده ازاي؟ طبعا هنا الخطه التمويليه اللي هي جزء من خطتي الرئيسيه، خطه اعمالي الرئيسيه، لازم تاخد كل الكلام ده في الاعتبار، وانها تضمن ان انا عندي قدر من السيوله مناسب لتسديد المستحقات، واهمها طبعا مستحقات المقرضين. طبعا سجل الاقتراض الخاص بيا ده مهم زي ما قلنا، او الاي سكور حسب بقى مسماه شكله ايه، ده مرتبط بنشاطي ومرتبط طبعا انا تاريخي ايه وسدادي قبل كده ايه للقروض اللي انا خدتها، وبناء عليه بيتحدد مستوى المخاطره اللي هيخش فيه المقرض علشان يديني قرض، وبالتالي بينعكس على التسهيلات وقيمه الفائده اللي هيديها لي. هنا اخيرا بذكركم تاني بمبادره الواحد تريليون من البنك المركزي العراقي، بشجعكم كلكم حضراتكم ان انتوا تبتدوا تستفيدوا من هذه المبادرة طبعا اللي محتاج تمويل، وزي ما بذكركم اللي هو الفائدة الأقل لأقل من 20 مليون دينار أصبحت 3.5%، والفائدة من 21 مليون دينار لغاية مليار دينار بقت 4%. وطبعا دي مبادرة جميلة جدا يحيي عليها البنك المركزي العراقي. طبعا ربما يبقى في بعض الرسوم من البنوك الاخرى وهي بتديكم هذه الفايده، طبعا ده مفهوم، مهم ان انا اكون مطلع جدا على اجمالي المبلغ هيكون شكله ايه، او اجمالي الاعباء التمويليه هتكون شكلها ايه بعد ما اشوف الرسوم. يعني لا تهملوا الرسوم وتبصوا فقط على الفايده، رسوم البنك مهم جدا ان انا اشوفها واتفاوض عليها كمان. ايه الخلاصه؟ احنا ناقشنا مع بعض في هذه الندوة النقاط اللي اتكلمنا عليها، وبالتالي حضراتكم في مقدوركم الآن وصف أساسيات الاقتراض بما فيها ايه هي خيارات الاقتراض وخماسية الائتمان. حضرتك او حضرتك النهاردة دلوقتي قادرة تعددي العناصر الخمسة للاقتراض بما في ذلك خيارات التمويل المتنوعة. طبعا علشان نقدر نستفيد ونعظم استفادتنا من هذه الندوة، بطلب من حضراتكم ان انتوا تراجعوا النقاط اللي احنا عملناها مع بعض. هيجي لكم هاند اوت بالكلام ده، وهيجي لكم تسجيل للندوه دي بعد كده، فارجوكم ارجعوا للنشاطات اللي احنا عملناها سريعا مع بعض، اشتغلوا عليها بدقه اكتر،
راجعوا خطتكم بشكل كامل والخطة التمويلية بشكل خاص علشان نقدر نحافظ على ربحية نشاطنا ونقدر ندير تدفقاتنا النقدية بشكل طيب ونتأقلم مع الأزمة، بل ونستعد إن شاء الله لمستقبل مشرق. طبعا اللي محتاج تمويل ممكن يبتدي يتكلم مع المشرف على حسابك سواء في بنك أو شركة تمويل، أو بغض النظر عن الخيار التمويلي ابتدي فكر في خياراتك التمويلية. طبعا دي عدد من الندوات اللي احنا اتكلمنا فيها، اتكلمنا زي ما قلت لحضراتكم في النهارده دي ثالث ندوه احنا بنقدمها. في عدد من الندوات القادمه يمكن زميلي اسامه يقدر يقول لكم على مواعيدها بالظبط ايه علشان اللي يحب من حضراتكم يحضرها. صديقي عزيزي اسامه، ممكن حضرتك بس تذكره للندوتين القادمتين؟ ايوه بالضبط. فالندوه القادمه غتكون تحت عنوان دوين بيزنس اونلاين، يعني كيف يمكنك في خدم الازمه وكل المشاكل في الاوفلاين انك تعمل بيزنس اونلاين. ممكن تكون انك تبيع اونلاين، ممكن تكون انك ترسل تعمل ديليفري للفود اونلاين واشياء مثل كده. وغادي تكون يوم 27 في الشهر ده جولاي على نفس الوقت 6 بتوقيت العراق. واخر ويبينار عندنا غيكون بعد العيد، وهو عبر الماركتينج اونلاين، يعني كيف ممكن انك تجيب وتستعمل الاونلاين ماركتينج علشان تحضر زبناء اكثر. وغيكون يوم 10 اغسطس. اشكرك عزيزي اسامه. دي بعض المراجع اللي ممكن تفيد حضراتكم، برضو هتكون موجوده عندكم. والآن نفتح الأسئلة للي عنده استفسارات من خلال صندوق الدردشة، برجو إنه حضراتكم تكتبوا فيه أسئلتكم، وصديقي أسامة هيتعامل مع هذه الأسئلة ويوجهها سواء ليا أو لشركاء. اتفضل عزيزي أسامة. أيوة عندنا، لو في عندنا how do they know your income if you have a private company؟ الحقيقة أنا شايف سؤال من من الأستاذ محمد سلام. محمد سلام. بالظبط، أيوة يمكن نبدأ بالسؤال ده. الأستاذ محمد بيسأل بيقول طيب هيعرفوا، طبعا بيتكلم على المقرض هنا أتصور، هيعرف منين دخلك في حالة إن أنت شركة خاصة؟ طبعا هنا لما أنا بروح أقترض من البنك هو بيطلب زي ما اتكلمنا مع بعض من شوية خطتك العام، خطة أعمالك بشكل عام والخطة التمويلية بشكل خاص. وكثيرا أو في معظم الأحيان، ما كانش في كل الأحيان، بيطلب الميزانية. فهنا ده مهم جدا لأنه من حقه إنه يطلع على كل هذه المعلومات. غير كده هو هيشوف إنه التعامل مع حضرتك يا أستاذ محمد فيه مخاطرة كبيرة، وبالتالي يا إما يتعامل معاك من الأصل، أو لو تعامل معاك هيتعامل معاك بأقل التسهيلات أو بفايدة عالية جدا تبرر هذه المخاطرة. أشكرك عزيزي. ما هي معادلة احتساب العائدات والأرباح بالنسبة إلى فترة السداد؟ معلش عزيزي، ممكن تعيد السؤال تاني يا عزيزي أسامة؟ السؤال هو ما هي معادلة احتساب العائدات والأرباح بالنسبة لفترة السداد؟ يعني أنت شرحت أن لو فترة السداد أطول غيكونوا أرباح البنك أطول، يعني أرباح البنك معناتها كوست. تمام، وصلت يا عزيزي أسامة. هو الحقيقة يعني هو ما فيش معادلة رقم تقدروا تدخلوه مع بعض كده ونقول ايه طب فترة السداد قد كذا. لا، الحقيقة ان انا المفروض ان انا ببتدي اعمل سيناريو او اكتر من سيناريو او اكتر من تصور حجم مبيعاتي في الفترة المقبلة شكلها ايه، وتسعيري شكله ايه، وتكاليفي شكلها ايه، التكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة شكلها ايه، وبالتالي ابتدي احسب ربحيتي شكلها ايه، وبعمل
ميزانية وبعمل التدفقات النقدية بتاعتي هيكون شكلها ايه، وبناء على التدفقات النقدية بتاعتي ببتدي اقول طيب انا هيبتدي يجيلي الارقام او الربحية بداية من كمان شهرين. يبقى انا النهارده لو انا بناء على قائمه التدفقات النقديه بتاعتي اقدر اطلب والله انا محتاج ابتدي اسد الفجوه التمويليه في الفتره الفلانيه، او انا محتاج فيكون عندي سيوله بدايه من كذا، يبقى انا عايز اول قسط للقرض يكون تاريخه لاحق للتاريخ اللي انا هكون حصلت فيه على السيوله، وطبعا يبقى لاحق له بفتره زمنيه كافيه تضمن انه لو حصل اي متغيرات لن تؤثر على سدادي في الميعاد المظبوط. يعني ادي كده عنصر يعني احتياطي للوقت. لو انا شايف مثلا بناء على قائمه التدفقات النقديه بتاعتي انه هيكون عندي مثلا في الشهر الفلاني مبلغ قد كذا، وليكن مثلا شهر 9 هيكون عندي مبلغ مثلا مليون دينار، لا انا ما ابتديش اقول طب انا هسدد القسط بتاعي في اول 9، لا اقول انا هسدد، انا محتاج يكون القسط بتاعي مثلا مع مع النص التاني من شهر 9 او نهايات شهر 9، بحيث ابقى مطمن انه لو حصل اي تعديل اي تغيير اي ظروف استثنائيه، وخصوصا ان احنا في الوقت بنمر بظروف استثنائيه والمفاجآت قد تكون كثيره، فدايما امن نفسي. عندنا سؤال بس أظن أنك جاوبت عليه، في حال انتهاء فترة السداد هل يمكن تمديد وهل تترتب عليها فوائد أخرى؟ فأظن الجواب هو أنه يمكن أن تتفق على تمديد في خلال يعني داخل فترة السداد، ولكن بطبيعة الحال هي فيها فوائد أخرى. تمام يا استاذ اسامه، انت حضرتك رديت رد مظبوط جدا، بس ده طبعا لازم يكون بالرجوع للشخص المسؤول ليا في البنك وبالاتفاق معاه مسبقا. خدوا بالكم المقرض قاعد كده، المقرض لا يحب المفاجآت، فبالتالي لو انا شايف ان انا هيحصل عندي تعثر ما او محتاج اجل قسط ما، مهم بسرعه ان انا ارجع للمسؤول عن حساباتي في البنك وابتدي اشرح له التفاصيل. ومهم ليه اشرح التفاصيل؟ لانه لو انا ما شرحتش التفاصيل بتاعتي وقلت التفاصيل دي لا تهمه، الشخص المسؤول هيفضل طول الوقت يتساءل عن دقة المعلومة اللي حضرتك بتقولها لي، انما لو شرحته في التفاصيل فبالتالي هتبقى الصورة اوضح، وبالتالي اقدر ان انا اوصل لاتفاق معاه انه يأجل لي سداد قسط معين. بس طبعا خدوا بالكم الفائدة ما زالت شغالة. Can we get a way to contact Mr. Ashraf? أنا تحت أمركم، أنا ما عنديش مانع إن أنا أديكم الإيميل بتاعي، اللي عنده أي سؤال أنا هكون سعيد إن أنا أرد عليه. تحت أمركم. على اليوتيوب هل في في أسئلة؟ عندنا السؤال، وهي هناك مشكلة وهي عدم ضمان حماية الأفكار. يعني حماية الأفكار هنا محتاجين يمكن نبقى أدق فيها. يعني طبعا مما لا شك فيه لو أنا عندي علامة تجارية، لو عندي اختراع ما، ده ممكن طبعا بروح أسجله له الإجراءات بتاعته معروفة. إنما لو أنا بتكلم على مجرد فكرة، فكرة عادية يعني، لا ما يعني ما أعتقدش إنها ممكن تحميها. إنما حضرتك أو حضرتك هتحميها إزاي؟ إنه نمرة واحد أبتدي أعمل اسم للعلامة التجارية بتاعتي قوي، لأنه اسم العلامة التجارية ده بيبتدي يعمل يكون صورة ذهنية عند المستهلك بتاعي او عند العميل بتاعي، دايما بيربطها بالمنتج بتاعي، بيربطها بالخدمه بتاعتي اذا كنت انا بقدم منتج او خدمه، فبالتالي بتبقى مرتبطه بصوره ذهنيه معينه. فده جزء.
الجزء الثاني ان انا دايما طول الوقت ابقى في عمليه تطوير، وعمليه ابقى السباق طول الوقت في تطوير وتقديم الفكره بتاعتي بشكل مبتكر. يعني لانه من الطبيعي انه اي فكره جديده بتنزل السوق بتقلد، وبتقلد بسرعه، ولازم ابقى انا عارف ده. انما دايما دايما يقولوا ايه، صاحب الفكره الاولى لو رعاها بإخلاص الفكرة دي هيفضل هو دائما، أو الشركة دي يعني دائما هي صاحبة هذه الفكرة بالدرجة الأولى من خلال بعض الأفكار اللي أنا قلت لكم عليها. سؤال حقيقة من الأخ محمد سلام بيسأل هل في طريقة إن أنا أسجل يعني في العراق؟ أتصور إنه يعني أنا حقيقة شخصيا ما جربتش ده، بس أتصور إنه في جهة رسمية تقدر تساعدك في ده. وأعتقد يمكن الشركاء بتوعنا ممكن يكونوا يقدموا يعني مشورة أفضل في الجزئية دي بحكم إنهم على أرض الواقع. وأتصور برضو يمكن يا شهد يعني التعامل مع شركائنا اللي هم حضرتك شفتيهم في بداية الندوة ممكن جدا يساعدوكي في قصة، يعني معرفش شهد رجل ولا امرأة فسامحوني، يعني انه يساعدوكم في قصه انه اعرف ازاي فكره مشروع ليها مستقبل ولا لا. دي يمكن لانها محتاجه يعني محتاجه حد يقعد معاكم فتره ويسال وتقدموا له الفكره وتفاصيلها وهكذا. فده اعتقد احد شركائنا ممكن هيرحبوا بتقديم مثل هذه الخدمه. أشكرك يا شاد، أنا آسف يعني أنا قلت احتياطي بس أقول كده، بس أتمنى لك التوفيق. وأتوقع يعني أتصور إنه أي من الشركاء لو أنت أوريدي مش منضمة لأحد منهم هيكون بيرحب جدا إنه يقدم لك الخدمة والمشورة يعني. دكتور أشرف، أيوه في أيضا سؤال آخر من اليوتيوب، اتفضل. هو في نفس الفكرة، في نفس الفكرة، هو أن هناك مشكلة وهي عدم ضمان حماية الأفكار، حيث أنه إذا قدمنا أفكار مفصلة هناك تخوف كبير لدينا من تسويق الأفكار إلى منافسين أو أصحاب تمويل آخرين لينفذوا المشروع. أنا عندي تعليق، بس لو ممكن تعطي جوابك أنت الأول. تفضل يا أسامة، تفضل. هو أنا رأيي ورأي اللي بيعملوا كثيرا في مجال بيزنس كرييشن، إنه الفكرة مش عندها قيمة كبيرة لوحدها. يعني ممكن أن نعطيك 100 فكرة اليوم لكلنا، وبعدين القيمة الحقيقية في التنفيذ ومش في الفكرة. يعني الأفكار اللي بتعمل مش أف... يعني القيمة مش في الفكرة. لو قلت لك مثلا أوبر، يعني أوكي تاكسي، التاكسي وغنجمعهم. الفكرة مش انوفيشن كبيرة. يعني الصعوبة ليست في الفكرة، يعني مئات الناس فكروا قبل اوبر في اوبر فور اكزامبل، ومئات الناس فكروا قبل اير بي ام بي ولا بوكين في بوكين. والقيمة في التنفيذ. بعطيك الكلمة. كلام محترم جدا جدا اخو اسامة، اتفق معاك تماما. الفكرة مما لا شك فيه هي في طريقة تنفيذها، في جودة تنفيذها، ازاي بوصلها وبتعامل مع المستهلك او المستفيد بتاعي. في نفس الوقت مهم جدا ان انا دايما ابقى سباق في ان انا اقدم افضل قيمه للمستهلك بتاعي. وافتكروا كلمه قيمه، قيمه ليها دعوه او مكوناتها السعر والفوائد اللي بتعود على الفوائد الخاصه والفوائد المتميزه المنافسه التي تعود على المستهلك وعلى المنتفع بتاعي. فدي كلها نقاط مهمه جدا، طبعا مع اهميه ان انا طول الوقت ابني، يبقى قدامي ان انا ببني براند او ببني علامه تجاريه
دي كل ما بكبرها. يعني النهارده لو شركه تانية غير اوبر مثلا وكريم جت عملت مشروع، وارد انها تنجح، مش هنقول انها مش هتنجح، بس مما لا شك فيه هيبقى كثيرين من الناس اللي اتعودوا على اوبر وكريم هيفضلوا يفضلوا هذه الخدمه لانهم وثقوا فيه، وثقوا في القيمه بتاعتها، لغايه ما الشركه الثالثه اللي هي هيبقى عليها تحديات اكبر، انها ازاي تقدر تقنع المستهلك بتاع اوبر وكريم ان هو يبتدي يتعامل معاهم، فلازم تقدم لهم حاجه مختلفه، سواء سعريا سواء جوده سواء الاثنين مع بعض. فهنا طبعا مما لا شك فيه في عناصر كثيره تحافظ على فكرته. اما تعليق اخير بس على هذه الجزئيه، اما اللي سال السؤال اللي هو الان انه في المراحل الاولى جدا من المشروع اللي هو كتب فكرته على ورق ورايح يقدمها لمقرض، فهنا ربما يبقى في بعض التخوف انه فكره تتاخد. استبعد ده، يعني من المفترض المقرض يهمه نجاحك او نجاحك زي بالظبط ما حضرتك عايز تنجح، لانه نجاحك هو معناه نجاحه انه هيكسب منك، لانه هياخد منك فايده وهتسدد الاقساط في ميعادها وهكذا. المفترض انه مصلحتكم واحد، انما ده لا يعني برضو ان انا ابقى متحوط شويه، في دايما في كل فكره فيها بعض النقاط اللي هي يعني هي النقطه اللي هتنجح هذه الفكره. مش لازم اطلع التفاصيل كلها، طلع ما هو يعني اعرض ما هو يرد على التساؤلات وعلى مستوى اللي بيحاول يقيمه كبنك او كمقرض من المخاطر اللي هيشوفها وهو بيمول، فرد على تساؤلاته، ما تديش اكتر من هذه المعلومه. يعني لو في تفاصيل لنجاح الفكره، مش بالضروره ان انت تعرض كل التفاصيل الصغيره اللي بتؤدي لنجاح الفكره، انما مما لا شك فيه محتاج تعرض عليه القدر الكافي من تفاصيل الفكره اللي تامن له انه الفكره دي هتنجح. طبعا في الحاله دي يعني برضو عشان حضراتكم تبقوا عارفين، البنك لا يمول فكره، فما بيدور على تمويل علشان عنده فكره سكته مش البنك. انا بشوف انه بالترتيب كده زي ما احنا عرضناه لحضراتكم، اول حاجه لو عنده مدخرات، تاني حاجه من اصدقائه من عيلته، تالت حاجه ودي احيانا يعني بنشوفه، يمكن شركائنا هنا في الندوه ممكن يكونوا عندهم رأي برضو في القصة دي، انه ممكن بيبقى فيه ما يسمى انجل انفسترز او مستثمر بنسميه مستثمر ملائكي، يعني مستعد ياخد المخاطرة مع حضرتك او حضرتك. فطبعا ده بيخش معاك بنسبة معينة، سواء في اسهم الشركة لو هنقسمها كاسهم يعني، او كنسبة من قيمة الشركة او من الارباح. وهنا دي نقطة مهمة، خلوا بالكم، بكلم على الستارت ابس او الناس اللي بتعمل اعمال مبكر يعني لسه في بداية مشاريعها، ما تحاولوش ان انتوا تدوا دايما نسبة من شركتكم بسهولة، تقول طب ما انا عليا بايه، ما الشركة لسه صغيرة وما تسويش كتير، في واحد مستعد يديني تمويل فانا هدي له 20% من شركتي، هدي له 50% من شركتي. خدوا بالكم، يبدو ان الكلام ده سهل دلوقتي، بس قدام هتندم عليه، لانه لما تبقى قيمه الشركه عاليه جدا وتلاقي نفسك ان انت رميت هنا 20% وهنا 30% وهنا 50%، هتبص هتندم جدا على الكلام ده. فخليكم حذرين جدا وانتوا بتدوا قيمه من شركتكم، فكروا امتى اقدر ادي نسبه من الارباح، امتى اقدر ادي نسبه من القيمه، وقيمه قد ايه، نظير تمويل قد ايه، وهكذا. يعني في عناصر كتيره لازم تاخدوها في الاعتبار. هل في اسئله اخرى؟ لا، على يوتيوب في اي حاجه ما ردناش عليها؟ في اي حاجه. ومشكور محمد سلام، مشكور على التفاعل، ومشكور على الكلمه الطيبه يعني. تمام، اخت نجود، هل كده ممكن نصل لنهاية الندوة؟
أعتقد عزيزي أسامة لو ما فيش أسئلة أو تساؤلات ربما ممكن نختم هذه الندوة. تمام، أوكي. أنا عايز بس أذكر جميع المشاركين أن الندوة المقبلة غتكون الاثنين القادم 27 جولاي في نفس الوقت الساعة 6، وغتكون تحت عنوان Doing Business Online. يعني غنعطيكم نصائح وديزو تولز علشان تمروا من الأوفلاين للأونلاين. يعني لو كنتوا عندكم محل تبيعوا فيه أي بضاعة، كيف ممكن تبيعها أونلاين مثلا. Other than that, yeah, thank you very much for your participation. Yeah, and welcome Lana Salar, and see you very soon. أشكركم جميعا وبالتوفيق إن شاء الله. إن شاء الله. Thank you very much, Dr. Ashraf, again for your insights. أشكرك عزيزي أستاذ أسامة. يا اي بي بي، شكرا دكتور استاذ اشرف، شكرا جزيلا. اهلا بحضرتك، شكرا عزيزي.